يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المكر والكيد والخداع، المكر والكيد والخداع، هل يقال بأن هذه تأتي صفاتا لله إذا جاءت على وجه المقابلة؟ المجازات، المكر والخداع والاستهزاء ورد في حق الله من باب المجازات والعدل، فمن مكر مكر الله به، ومن استهزأ بعباد الله استهزأ الله به، ومن سخر منهم سخر الله منه، من باب الجزاء والعدل. نعم.